كنت سعيد، شو أخباركم؟ اليوم طلعتكم بالبوتي بيكيني، حبيته. هيدي من البراند الجديدة بعد ما حدا طلع على فكرة روقي مالت رولا يانيت. هيدا شو بيقولولو؟ شي يعني بسيط صح؟ من البقايا. شو أخباركم؟ إن شاء الله منيح. من هلا عم قلكم أنا شي مين مشان ما تقولوا لمين هيدا لحدك، أوكي؟ شو مبينين حلوين، منين جايين؟ كيفكن شو أخباركم؟ الوجه أبيض وهي أسود، ما عارف إن الإضاءة بخلت. أي حياتي كيفكن؟ بدي اسم البلد وإلا ما في هاي. وعطونا رأيكم بالبراند تبع الست بوتي بيكيني. بيكيني ولا بيكيني؟ بيكيني الاثنين بيمشوا. حلوة ولا لا؟ كتير حبيت، عرفتي بيعملوا التضاريس هيك واو، واقفين بعدي من خلقتي. انت ما عندك شي عملتي بالبراند لريتشي؟ بلا عملتها سترينج عزر او حفوضة. ايه قلتلكن حاطلع بالبيكيني هلا مطلع عنينا. انا حكون الموديل تبع البوتي. شو حلو هيدا اول شي عملتيه بالاول موديل عملتيه؟ لا وقت ايام دبي اول ما بلشت. هيدا اول موديل لاتكس عملتيه. لاتكس موديل سونجس. بتعرفيني ما بعرف كتير بالامور. هلا شيلكم من اللي عم تحكوا زوزو ولا كوكو، انه قولوا لنا شو رايكم. تعالي نحكي شوي عن البراند لانه بخصك، وانت يعني انت اللي مصنعتي. عم بتفرج عليك افتعل عليك على فكره، فحبيت حبيتي. مع الهيدا هول الهم من تحت سترينجات ولا الهم شورت 70s؟ مثل البينك اللي خلصوا صح؟ عملي روج وبينك واصفر وبيستاش. بيستاش؟ حلو. الاصفر بيقتل. بس كأنك ما فرجيتيني هوليك، فرجيتيني القصص اللي عم بتنزلينهم بالبيت. لازم تكوني فرجيتيني اياهم للبيستاش ولا سوى، مشان ما قلك حبيبي. لازم كل شي تشوفيه. بس مشان ما قلها هديني شي. اوكي ثانك يو. على كل هيدا حلو ما بيأثر، حانزل فيه على البحر وحصور فيه الكليب. هيك صارت بالمبينة؟ هيدا الشي لا، هيدا الشي حصور فيه الكليب. وبعتيني بالبلوزة البيضة كمانيكا. ايه لأنه تاب والتوبة لله. حدا فيه دق اللي بدأ فيني يا رينا. شو بصير فيه؟ قتل، ذبح، مافيا. نيفر. صدقوني صدقوني اذا بتقلي تو بقول حياتي. ميرسي ثانك يو فيري ماتش. ما بستاهلش اقول غير هالشي. شقتم عم ابيتم ما فيكم تكونوا زعران، تكونوا مش زعران، تعلقوا هالعلقه ما بنصحكم. ما بنصحكن، الله دخيله غضب عليكن. يا ماما حدا بيعلق معها؟ نو 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 نو، هيدا الشي ما بينعلق معه. هيدا الشي البزقة شكرا بتقولوا له. اللبطة ميرسي ثانك يو فيري ماتش. بتقلي يا نينا يا حيوان بقول حبيبتي ميرسي اي لاف يو. شو بتقولوا له يا نينا يا جحش حبيبي يقبرني هالدلع اللي عم تدلعيني فيه؟ شو بدي اقلها؟ يطير راسي. هيدا ما فيني ما فيني ما فيني. خطيرة خطيرة، مديرة قديرة، ما بينعلق مع ما بينعلق مع. هلأ وبزعت عرفتي. دخيلكن لا، اول شي من رفع عليكم دعاوي اذا بتقربوا.
تاني شي يا ويل ويل ويلكم. خلاص ما تكملش بس وسجل. لأنه يا ويل ويل ويلكم بس. أوه. أوكي. بس يا ويل ويلكم. تفاصيل بليها. نيفر. نيفر نيفر بتقلكم بتسبكم. بتقلي يا متحول يا شمال يا جحش يا حمار. بقلها حبيبتي كتير اليوم مهتمة فيني شو هالملافظ الحلوة يا عسل يا. ما فيكم. صدقوني. ما فيكم ما فيكم أبدا نيفر. يعني في ناس نحن قد ايه بنعرف بعض؟ فترة منيحة شي 3 سنين؟ ايه الناس بيقولوا لي معقولة انه انت من وقت اللي صرتي رفقة مع لولا يمور انه ولا مرة مختلفين ولا هيك؟ قلت لها حبيبتي شو عشو بدنا نختلف يا عمري؟ عشو يا قلبي؟ إذا بتفقعني ثرمية بقول لها واو واو كأني بحس عم بتهويلي إذا مشوبة عرفتوا؟ ما فيكم يعني كيف بدنا نعلق؟ مستحيل 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 نعلق عم بقلكن اياها يعني اللي ناطرنا نعلق حيموت هو ناطر عرفتوا يعني لدرجة هي حتقول شو هالحيط عرفتوا شو هالحيط زبزوبو سمي لها زبزوبو بليز هاي زبزوبو هبورو قطقوطو هي صحيح خلاص زبزوبو من ايام دبي يعني اخذ الفكرة والله لا. لا انا حقلك من وين بجيب بجيبهم منه هو من حاله لا بس هيدا لما كنت تفتحي لايف هيدا فانز قديم فهمين عليك بس هو هيدا القصص اللي بطلعها من حاله هو ما هو بحط حفاض لانه بضل ينقي طلع ريحته صنة عشان هيك هو بجيبهم من حاله او ماي جاد عقولة هشام على حد وزتهم على غيره مزعج السوتيان ما فيني لاتكس يقبرني هيك عرفتوا بتحضنوا حضن مش بالساهل بتنزع تعيش تقولك طيب عن جد؟ زيحة عم تاخدي مني الاضواء ما بيأثر يا لطيف كل عمرك مضوية خلينا نضوي شوي حدك اقري انت الكومنت اوكي بس انت ايه ما بقرا اللي قلتي لي عليه عشان ما نشهرهم لا عشان ما اشوف نسوانهم تحت بيتي يعني ما فهمت عليك لا بالعكس يعني هاي طلع له لا يردك بنت عبدتك من مصر عبدتك مصرية اسمها شو اسمها؟ رولا بليز ردي علي انا عبدتك مصرية يعني من مصر ايه فهمت عليك بس هي شو بس عم تقلك هاي ما قالت اسمها بس قالت انه قولي حطوا الاسم صح حد البلد ريتشي تاي ريتشي تاي تاي تركها ويسر حدا بيزن تاي تاي معقول يغيروا منك ليه بكعب الله تاي ليكو ليكو حتى ريتشي سليف عند الاخت بس انه ملاحظة انه ما عطونا رأيهم بالبراند تبعك يعني اخذ عقلهم الكلب انه هيك بدنا نشوف احب شرولا الكويت ما عم يكتبوا اسمائهم لك هوليك يا الله شو بك يا سمسم ايه بجنن عادي عقلك بدش قرن الكلب بتاعك سايرة حياتي عينك الحلوة عم بتقولي براند كتير حلو مين؟ عم بتقول نيال وريتش نيالة سايرة عم بتقول انه انت البراند كتير حلو بدي اسامي البلد قربي قربي حبيبتش قربي وريهم جمالك ونعومتك والبكينية حينفجروا بس عن جد اول شيء بتعطيك شكلهم نعسانين ما حدا عم يسالني شيء بس نزل ask me a question بيهجموا فوق ال 20 30 40 الف سؤال بس بتعرفي شو الحلو فيه؟ اللاتكس عندك انا زمان لابسه اللاتكس بس من جوا الحرير بيعطي حيويه يعني بتحسي الحال عرفتي مرتاحة
يعني عم تحس احساس حلو وتجرجر وهيك ومهضوم يعني بتناموا مرتاحين صح؟ وزنه الطفل منك لعله انا ما خفني. يعني شو بيقولوا بالهيدي عن جد شو اسمها بالانجلش او بطريقه مرتبه مشان ما اطلع كثير نيبو بعرف النيبو تبعتكم بتحسوا منتعشه عرفتوا؟ نيبو هيدي حفظتها نينا بوسيلي رجل رولا عندك كثير تعب وسا انت يا قلبي انا ببوس رولا هيك لك ريتشي وان آن وين؟ تحت اشي؟ ورا الكسان ورا الكسان؟ كسان اوكي سوري انا لانه ثقافتي فرنسي ثقافتك جنسية لا لا انه عم تقولي لي كسان كسان ثلاثة أربعة معلش رولا خلي الخلل اللي جنبك يخلص كل خلق انت مولاتي كم رولا مرتك ما تردي؟ اختي بعزبوني قليلي قليلي لعلي انا برد عليه اذا سمعتي شو قال انه تخرسيني رد علي هات لعمل له بلوك وينه؟ لا لا تركيني بالعكس الله يطول عمره ويضل يشوفك وين قاهر اسمي زين من سوريا طرطوس رد علي بدي شوف هل تحتاجين كون كلبك تحت اجرك هاي زين اول شو اسمه انت اول وكيل بالعراق صار هلا هلا في بالاردن كمان ان شاء الله فايت دغري خليج مش انه لبنان فايت زعنب زعنب لبنان هيك هالفيك اكونت شو ممل وشو سخيف خليها لحظة سرماية مين نجم المواقع الإباحية أنضف من مين بكون هو هيدا على فكرة عامل فيك لأنه ما في ما في حدا فاضي فلسطيني الا ما قال لي ما نتشرفش بهذا الاشي فحل شي فلسطيني دافع عنه بس واحد فاكيد فيك اكاونت هو لانه هو بيحكي بهاي اللغه لانه هو هذا هو المستوى تبعه فهو بيحكي من هذا المستوى يعني وشو انا ما بعتقد العالم فاضي تعمل فيك اكونت لتحصل سامي سامي انت من اي بلد؟ slave from Jordan يا لينا اكلنا عين كون هو هل الله يخدم عليك مصورة لرولا الله يخدم عليك مين مصور يعني؟ حسين حسين سليم حسين اللي كان عم يصور لك حفلتك ورا السنة صح؟ لا اللي صورني البيبي دول الأحمر يخطب عليك انه الواحد مصور ما فيك مثلا يكون حكر لقالك او عرفتي او بس يصورك الك وبس لا على اساس انه اي حدا حيصورني يعني انا مش حاطلع يعني صاروخ مثل ما هو صورني يعني انا بيعجبوني على لما بينزلوا مثلا انت عرفتي بتكوني مثلا انت والمصور رفقه ومصورة عادي و اوت دور بيقولوا له والشمس عليك وباينه بتكون واحدة مثل القمر يعني ومش بحاجه فوتوشوب بيجيبوا صوره ايدك نفسها ذاتها بيصيروا يعملوا ويجعلكوا ويسمروا ويحطوا لك بقع وكذا عرفتي انه بيفور افتر مبينين بيكونوا فوتوشوب ومثل لما كنا مره فاتحين انا وياك كاميرا على الواتساب نزلوا صوره على حطوا لك الزيوح ما بأثر عادي اي نجمه بحجمه بتتعرض خلص ها
ريحوا سمية بس. رولا أنا من فلسطين يا أهلا، خبرني بتفتخر بهيك شخص إنه فلسطيني؟ يعني وين سافرت أنت إجي؟ الجاي لعندي شو بدي أعمل لك؟ شو في بالتليفون الكونكسيون؟ حدا شافتك على الطبيعة كتير حلوة. مين؟ أنا شفتك لورا الطبيعة ولهلأ مصدومة بجمالك. ميرسي لارا، وين شفتيني؟ خبريني. عندك سؤال قلت لك دخلك وين؟ لا ما بعرف على فكرة الرزو كمخ، شو يعني يعني ليكي كيف